اكيد السؤال هو يعني واش انت مازال ما شنو اكثر من مره؟ صديق ولا ماشي استعانه غادي يجاوب تفضل استاذ جواب اي واحد تيمر مدينه خنفرة ما يمكن له الا يشكر الجمهور ديالو لان عنده واحد الدور كبير ناس طيبين زياده على المسيرين اللي ساعدونا وهيئوا لنا جميع الظروف ديال العمل فاحنا في هذا الاسبوع آه انما المساله اللي مهمه وحنا واش دابا غتغابر النقطه اللي هي مهمه حنا كاحترافيين نعم خصنا نعرفوا الطموحات ديال النادي واش غادي نقدر نزيد واحد الاضافه للنادي هذو اشياء مهمه قبل ما نعم. تفكر انك م. واش تعاقد معاهم او لا, لا الناس متشبتين بنا وحنا ما تنقولوا فيهم الا كلام ديال الخير انما طموحات هي اللي تتحدث جلسوا معك مسؤولين جلسوا أكيد. نعم. اكيد ولكن م. إحنا من بعد في اليومين غادي نجلسوا باش غادي نشوفوا الا كانت شي طموحات عند النادي واش غنقدر نعطي شي اضافه زائده للنادي باش نمشيو لشي اشياء اللي احسن لان الا احتليتي الصف العاشر فانت تولي عليك واحد الضغط باش تزيد تحت المراتب المتقدمه هذا الشيء كلشي تيرجع على طموحات ديال النادي كاين شي عروض واكيد لان بخصوص هذا الموضوع خصنا نطرقوا ليه ملي تيكون مدرب في النهايه ديال العقد دياله اكيد ما تيكونوا اتصالات, و... اتصالات و... اكيد اتصالات و... مع الانديه انا عندي انديه كما بغيت نقولها على اي كيبقاو المسؤولين ديال شباب والاطفال الاخرى انه يكونوا في الطاوله لتمديد العقد ديال سمير يعيش غادي نمشيو ناخذوا فاصل اعلاني وبعد